وينبين عبر الهاتف عبد الرحمن الزا ناشط سياسي وحد شباب ثورة عبد الرحمن مرحبا بك. هل تستطيع القول أن على ما يتم الإفرام بأقل دخل تاريخ القضاء كما ورد بعض الحقوقيين فيما قبض عليهم من الأساس لا ندري، هل نستطيع القول بأنه قد وصلت الرسالة من النظام إلى أبناء مبارك؟ يا سيدي الكريم، الدولة التي المصرية التي عمادها أو الكتلة الصلبة منها اللي هي الجيش أو المؤسسة العسكرية هي التي بتحكم البلد بقضاء بنيابة بقانون بأي شيء هو قانونهم أولا وأخيرا. الكلام ده من قبل 2011، من قبل 25 يناير 2011 وحتى هذه اللحظة. الموضوع كله خلاف ما بينهم حوالين حاجتين اثنين هم على وهما السلطة الباور، يبقى مين معاه السلطة، مين الأمر النهائي في البلد دي، والفلوس. هو ده الخلاف ما بينهم. الخلاف ده بيحكموا ما بينهم من خلال حاجتين، يا اما في الصاع المسلح يعني ممكن بالرصاص بغيره، يا اما عن طريق الوسائل الناعمه الثانيه اللي هو الاعلام. هم شويه يصمتوا شويه، انا اسف يعني، كلابهم على بعض الموجودين في القضائيات اللي هم مالكينها، او رجال ما يسمى برجال القانون او القضاء اللي هم بكلمه واحده بيحبسوا حد او بيطلعوه. عند حضرتك المشكله اصلا حاصله من بعد 2011، في 11 فبراير 2011 اللي حصل بالتحديد ان فلوس جمال وعلاء مبارك تم الحجز عليهم بقرار من الحكومه السويسريه، لانهم طبعا حضرتك زي ما انت عارف فلوسهم اللي هنهبنها مننا من قوت الشعب المصري مش سايبينها في مصر، حاطينها في البنوك السويسريه. في يوم 11 فبراير بعد تنحي مبارك او بعد اجبار الجيش لمبارك على التنحي حتى لا تحدث ثورة حقيقية على المؤسسة الحاكمة في البلد ألا وهي المؤسسة العسكرية، قالوا له اتنحى وإحنا هنحافظ عليك ونحافظ على فلوسك، ولكن هم أخلوا بالوعد دوت. قامت الحكومة السويسرية بالحجز على أمواله. للأسف بعد ذلك، بعد هذه الوعود، قام الجيش بعد ما كان يبقى فيه لجنة هتقوم برد هذه الأموال المنهوبة اللي تم الحجز عليها في سويسرا وفي بريطانيا وفي الاتحاد الأوروبي وغيره. المجلس العسكري بقيادة سامي عنان والمشير طنطاوي عملوا لجنة اللي هي لجنة الكسب غير المشروع، غير اللجنة الشعبية اللي كانت مشكلة واللي كان منها الدكتور محمد محسوب، عشان الفلوس لما ترجع مش مصر، لا ترجع ليهم هم. المهم فضل الموضوع ده بهذا الشكل للأسف بعد ست سنوات، لمدة ست سنوات. يبدو أننا يعني الصوت بيتقطع عبد الرحمن، لكن أنا ما يعنيني الآن هنا هو التساؤل حول طبيعة هذه الأيام البسيطة التي تم إلقاء القبض فيها على نجلي مبارك وحسن هيكل وعدد من الأشخاص. في هذه الفترة تحديدا وقعت خسائر في البورصة، هنا السؤال يتبادر إلى الذهن، هل ما زال لدى رموز نظام مبارك القدرة على إحداث تأثير لهذا الحد في الاقتصاد، وهل لهذا علاقة بسرعة الإفراج عنهما وإخلاء سبيلهما أم لا؟ أنا بحاول أجيب لك بس الموضوع من أول، لأن الموضوع متعلق بقرار الحكومة السويسرية أظن، يعني وده يعني ممكن يكون رأي صحيح أو خاطئ، ولكن أظن إن ده متعلق برأي الحكومة السويسرية بفك التجنيد عن أموال علاء وجمال مبارك اللي ممكن يوصلوا إلى ما يقارب ال 400 مليون دولار أو ربما أكثر. القرار ده كان في ديسمبر الماضي، بعدها مباشرة حصل الحكم على جمال وعلاء أو التحفظ عليهم. فأنا شايف إن ده صراع سياسي اقتصادي، صراع على التركة. مسألة بقى هل لهم القدرة على إن يبقى ليهم نفوذ ولا لا؟ طبعا ليهم نفوذ، ناس قعدوا في الحكم وعلى الكرسي لمدة 30 سنة. أبويا كان بيقول لي دايما لو واحد قعد على الكرسي دوت أكثر من سنة بيكثر التعابين تحت، فما بالك واحد قعد هو وأولاده على السلطة لمدة 30 سنة، ليهم رجالتهم. والموضوع زي ما قلت لك هو صراع على السلطة. لكن على مين السؤال عبد الرحمن هنا، السؤال عبد الرحمن، هل هؤلاء الرجال رأينا من أمثالهم تمت الإطاحة بهم، ومن أكثر من يعني الفريق سامي عنان، أحمد شفيق، هشام جنينة، كثير من الرموز السابقة وكانت لها من القوة والمكانة والمكث في المنصب مدة طويلة ولم يستطيعوا أن يواجهوا بطش عبد الفتاح السيسي. السؤال هنا ما هي القوة التي يمكن أن تتواجد لدى علاء وجمال حتى الآن؟ القوة يعني يتحدث عنها الوضع الحالي، يتحدث عنها القضاء اللي هو قام بحماية أموالهم طيلة ست سنوات
ولم يتعاون مع النائب العام السويسري او مع الحكومه او مع القضاء السويسري لرد الاموال. كان في لجنه مشكله من قبل قضاء لمده 6 سنوات عشان ترد الاموال المنهوبه منهم الموجوده لدى الحكومه السويسريه، وحتى هذه اللحظه هذه اللجنه لم تتعاون لدرجه ان الحكومه السويسريه والنائب العام قال ان لم نتلقى اي تعاون من هذه اللجنه القضائيه. نعم. وبالتالي سوف نفك عن هذه الاموال. فحضرتك شايف بالضبط لهم رجال في القضاء، لهم رجال في الاعلام، لهم رجال في جسم الدوله نفسه، وبالتالي شفنا اسرع. وضحت هذه الفكره جيدا، اشكرك شكرا جزيلا. الناشط السياسي واحد شباب الثوره عبد الرحمن عز حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.